نظم المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح بعنبة الملتقى الولائي للهياكل تحت شعار معا نحو الريادة انسجام تميز وتنمية بالمكتبة الرئيسية للمطالعات العمومية. هو الملتقى جعل الريادة في العمل إلى غير ذلك والتميز في العمل ويكون يعني التنسيق ما بين المكتب الولائي المكتب الوطني والمكتب الولائي مع المكاتب البلدية، لأن في الميدان هي المكاتب البلدية هي اللي تعمل، هي اللي تنشط، هي اللي تخدم إلى غير ذلك، يعني تخدم وفق برنامج، وفق يعني تكوين معين إلى غير ذلك. وعندنا احنا لقاءات هذه إلى غير ذلك والأيام والتربصات إلى غير ذلك لكي نعمل عمل جيد وعمل متميز للجمعية في إطار يعني العمل تاعنا تاع الجمعية الدائم في المجال ديما الاجتماعي والمجال الثقافي والمجال التربوي. تعمل الجمعية يعني دوما كما هكا إلى غير ذلك في عدة محطات وفي السنة كذلك، لا ننسوا ديما في نخدموا ونعملوا ونتكونوا إلى غير ذلك، وفي أذهاننا القضية المركزية، لا ننسى القضية المركزية قضية غزة وقضية فلسطين. الملتقى اختتم بقراءة توصيات بعد الورشة التخصصية من تأطير أعضاء المكتب الولائي للجمعية.